ولذلك اول خبر طلع كان مبهم شويه لان ما فيش معلومه واضحه. أيوة. لان احنا لازم الطاقم المصري يقعد مع الطاقم الاسرائيلي مع الامريكي وبعدين يبدا يشوف الرادارات القمر الصناعي ما كل حاجه بتتحسب يا احمد. بس ممكن التيك تايم ممكن تاخد وقت شويه. فالحد اللي هو التحليل معلومات البيانات التحليل بقى عشان توصل لفي الخبر الحقيقة. في النهايه يطلع بصر. الفتره دي بقى ان مصر اتضربت في ايه يا جماعه وبدا يربطوها بايه يا احمد بان الغلطه بتاعت الاسرائيليه من كام يوم على برج المراقبه وازاي وهنسكت ومال الجيش بتاعنا بيعمل ايه قالوا صواريخ مش كده مش كده نعم الغلطه بتاعت قبلها بيومين اسرائيل اعترفت بعدها بنص ساعه واعلنت خلاص اعتذارها كويس. طب ما احنا قبلها بشهرين محمد صلاح عمل ايه دخل جوه وموت الاسرائيليين اسرائيل بقى هتقول ده مصر قصدانا وتعمل حرب فالموضوع دايما بيتاخد بعقلانيه بلاش التسرع فعشان كده كان في قلق امبارح طبعا الناس قال انا لا احنا قادرين واحنا عندنا جيشنا ولو حصل اي اعتداء علينا مش هنسكت سيادة الرئيس قال كده النهاردة بالزبط. مصر دولة قوية لا تمس احنا لو حد قرب لنا مش هنرحم ولكن احنا مش بتوع حرب واحنا مش بتوع قتال احنا عندنا سادس قوة بحرية في العالم واقوى قوة بحرية في المنطقة ليه لان انت عندك مش هنعتدي على حد ولكن اذا فرض علينا التهديد هنرد فورا بالظبط كده وده يا احمد بنسميه في العلم العسكري ايه ديترانس ان احنا بيبقى عندنا ان احنا قادرين لو انت حصل حاجه نرد فورا ودايما ادي المثل يوم ما كان في 220 مصري في ليبيا صحيح وبعدين الساعه 5 اجتمع المجلس الامن القومي اتخذ القرار بالليل كنا ضربين الناس وقمنا بالواجب والثلاث معسكرات لن نتاخر عن اخذ حقنا اخذ الحق مظبوط بس قبل ما ننتقل للنقطه التاليه لان انا امبارح قعدت اتابع ناس من جوه ومن بره كله الشحن يلا والجيش واضربوا والجيش مستنيين ايه ودي المره الثالثه وفي ناس عماله تكتب وتجيش وتهييج بدون ما يبقى عندهم اي حاجه لا ده احنا وصلنا امبارح ان ناس نازله تشتري اكل عشان احنا هنخش في حرب في ايه يا جماعه الناس تهدى يعني احنا مش وبعدين احنا قادرين ان لو حصل حاجه هنتدخل وسياده الرئيس النهارده قالها وعندنا جداً. قواتنا المسلحه قادره ومستعده وجاهزه وحتى كل الاحتمالات انما مش حاجه هتسرنا وبعدين قلت لك ميزه جهاز الاتصال ده انه بيمنع اي سوء فهم في اي لحظه وحتى الكلام ده بين امريكا وروسيا كل الدول عندها الكلام ده عندها الهوت لاين يعني يبقى روسيا وامريكا مقطعين بعض لكن الهوت لاين شغال عشان لو حصل غلطه من ضابط في غواصه وضرب صاروخ نلحقيه انت فاهم بدل ما العالم يولع بالظبط فهذا العمل موجود في كل حته.